ال NaCl شايفين يا جماعه القوس ده القوس ده المقصود بيه التركيز بتاع ال NaCl في السوليوشن ده إيه؟ طيب الموضوع آه ببساطه سولو انا بدات حصه كده فاخلص وابقى اكمل معاك كلام ماشي الموضوع ببساطه هنمشي عادي جدا انا معايا صوديوم كربونيت ومعايا صوديوم كلوريد 50 جرام انا ما يهمنيش ال 50 جرام دول انا عايز اعرف فيهم كام جرام صوديوم كلوريد طيب فانا بعمل تيتريشن ب اتش سي ال لما بعمل تيتريشن ب اتش سي ال يا اولاد يبقى انا مش بتكلم على الصوديوم كلوريد ده انا بتكلم على الصوديوم كربونيت ده اللي هيعمل تيتريشن مع الاتش سي ال فاول حاجه هفكر فيها ان انا اكتب الايكويشن هقول كده ان الـ Na2CO3 ده بيتفاعل مع ال HCl عشان يديني NaCl زائد H2O زائد CO2 واخدين بالكم؟ اوكي؟ ف Na2CO3 هو الـ Na2CO3 هيتفاعل مع ال HCl عشان يديني NaCl و H2O CO2 طيب آه انا ما اعرفش طبعا لما هعمل بالانسنج هلاقي هنا 2 وهنا واحد. انا ما اعرفش ال ان اي 2 سي او 3 عدد المولز اللي معايا كام بس اقدر اجيب عدد المولز اللي موجوده في الاتش سي ال كام فانا عارف ان النمبر اوف مولز هيساوي الواحد تايمز 0.45 يبقى انا معايا 0.45 ايه يا حديدي؟ مول 0.45 مول. فانا عارف ان الاتش سي ال ب 0.45 مول. معنى كده ان انا معايا كم NA2CO3 هقوم جاي بقى 0.45 دي اقسمها على 2 اوكي okay. فانا بجيب الكالكليتور دلوقتي واقوم جاي اعمل 0.45 divided by 2 هيساوي 0. كام 0.225 225 مولز ده يا جماعة ايه كمية المولز اللي موجودة من ال NA2CO3 خلاص ودي كميه المولز من ال 0.45 مولز اللي هنحتاجها من الاتش لاحظ لاحظ الاتي ان هو بيسالني في حته ثانيه خالص هو بيسالني على الكونسنتريشن بتاع ال اي سي اللي انا هشتغل بيه اوكي طب انا عايز اوصل لايه في الاخر؟ هقول لكم انا عايز اوصل لايه في الاخر هي كميه ال 0.225 مولز دي هتطلع لي كام مول ان اي سي ما خدوا بالكم لما عملنا بالانسنج فهنا في اثنين. نعم. اه. لما عملنا بالانسنج يا ولاد كل واحد إن 2 سي 3 هيطلع اثنين إن أوكي؟ فمعنى كده إن لو أنا معايا 0.225 مولز إن 2 سي 3 هطلع إيه؟ 0.45 مولز إن دي بقى عايزكوا عايزكوا كده تركنوها لي على جنب دلوقتي هتقولي كده على جنب انا معايا 0.45 مولز NaCl جت نتيجه تفاعل الصوديوم كربونيت مع الاتش سي ال ادي حاجه الحاجه الثانيه ارجع ثاني لل ان 2 co 3 يا ترى ال ان 2 co 3 ده وزنه كام يا حديدي فهبص هلاقي ان ال 106 اهو ده المولار ماس وده النمبر اوف مولز فهضربهم في بعض انت عارف انا هعمل كده ليه؟ ال 0.225 دي لما هضربها ب ال 106 هتديني وزن الجرامات بتاع ال Na2CO3 هيبقى كام؟ 23.85 طب ما تجيب ال 50 تطرح منها ال 23.85 انت عارف انا هعمل كده ليه؟ عشان انا عايز اجيب وزن الصوديوم كلورايد اللي موجود في ال 50 جرام دول هيطلعوا بكام؟ هيطلعوا ب 26.15 جرام اوف ال ان اي سي ال انا مش عايز دول حولهم لي المولز هتقول لي ايه اللف اللي انت بتلفه ده يا مستر؟ هقول لك انا دلوقتي حول لي 26 26.15 دول عايزهم مولز يبقى هعمل هعملهم ديفايد ال 58.5 هتديني ايه يا اولاد هتديني النمبر اوف مولز هيبقى 0.44 ها 7 يعني قول 0. بالتقريب 0.45 مولز عارفين بقى ايه الكلام دلوقتي انا هقول لكم ايه كده انا عندي من الميكشر ده جواه 0.45 مولز اساسا ان اي اوكي وبعدين تفاعل الصوديوم كربونيت مع الاتش طلع لي كمان 0.45 مولز ان اي سي ال هجمع الاثنين على بعض كده عدد المولز هيبقى 0.45 في 2 هيطلع ب 0.9 انا كده معايا 0.9 مولز هحطهم على 1 لتر عشان اجيب التركيز بتاع ال ان اي سي ال هيطلع ب 0.9 مولر اللي هي الاجابه هتبقى نمبر دي هقول ثاني فكره السؤال ده فكرة السؤال ده مرتبطة بإيه يا جماعة؟ أنا هشتغل صوديوم كربونيت تيتريشن عادي مع اتش سي ال، فده هيديني كمية إن أي سي ال هركنها على جنب، وهشوف الصوديوم كربونيت من ال 50 جرام ده طلع كام جرام، هطرحه من ال 50 عشان أجيب كمية الصوديوم كلورايد الباقية اللي موجودة في ال 50 جرام، أجمعهم على بعض بعد ما أحولهم لمولز، وأقسمهم على الفوليوم عشان أجيب تركيز ال إن أي سي ال الموجود في السوليوشن دلوقتي. بس مش الواحد 1 لتر دول بتوع الاتش حلو قوي ما انت الاتش ده هو الليكويد صح كده؟ وانت حطه على ميكسر اوف ايه؟ صوديوم كربونيت وصوديوم كلورايت صولز يبقى مصدر الليكويد الوحيد ايه؟ هو الواحد 1 لتر بتاع الاتش ماشي يا عم حديدي اركب بقى على جنب ونشوف غيرك ناخد رودينا رودينا بتقول 53 و50 وخ... و53 خلينا ناخد 50 50 بيقول لي ايه 2 جرامز of crystallized sodium carbonate NA2CO3.XH2O react completely with 0.025 مول of the HCl. طيب كده يا رودينا اللي هيرياكت مع ال HCl هو ال Na2CO3 without the water. فسهل قوي ان انا اجيب what is the number of crystalline water moles ازاي يا رودينا هعمل الكلام ده؟ هقول لك بصي معايا Na2CO3 زائد ال HCl هيديني 2 NaCl زائد H2O زائد CO2، مش كده؟ طيب. أنا ريأكت uh, uh, completely with 0.025. Uh, طبعًا هنا هعمل اتنين. فهنا بيقول لي بقى 0.025. طب يا ترى بقى الـ NA2CO3 بكام؟ هيبقى 0.025 على 2 هات الكالكول. الكالكول المعقول. 0.025 divided by 2 هيساوي 0.0125 طيب انا معايا المولر ماس بتاع الصوديوم كربونيت فهقوم جاي ضارب النمبر اوف مولز في المولر ماس اللي هو 106 طلع لي ان الصوديوم كربونيت اللي عندي في الكومباوند ده يا استاذه رودينا عباره عن 1.325 جرامز يبقى الميه كام؟ هتقولي 2 ماينس 1.325 هتطلع ب بقد ايه بقى؟ ب 0.675 ااا آه 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 اوكي خدي بالك ما تقوليليش بقى 0.675 آه جرامز أه خليك معايا بقى واحده واحده هنعمل ايه كده انا معايا الماس اوف مين معايا الماس اوف الانهايدرس 1.325 ومعايا الماس بتاع الووتر اللي هو 0.675 طيب اقسم ده على 106 وهقسم ده على 18 عشان اعرف اجيب بقى الموليكيولر فورمولا بتاعه الهيدريتد سولت فهقول لك ال 1.325 ديفايدد باي 106 فهيطلع بايه ب 0.0125 طب هنا 0.675 divided by 18 هيطلع ب 0.0375 هقسم الناحيتين على 0.0125 على الاصغر يعني فهتطلع الريشيو واحد لثلاثه خدت بالك يا استاذ رودينا مستر انا بعمل ايه ديفايدد في ايه بالظبط؟ انهي مرحله ديفايدد بالظبط يا مازن؟ اوعى تقول لي فوق خالص ليه بعمل 0.025؟ طب يا مازن بص يا مازن آه انا هنا مش دي البالانس كيميكال ايكويجن؟ البالانس كيميكال ايكويجن بتقول لي كل واحد مول na 2 co 3 بيشتغل مع 2 مول HCL سي طب انا معيش 2 مول HCL انا معايا 0.025 مولز اشطب على دي كده واحسبها باكس طب لو عايز تجيب الاكس دي هتعمل ايه هتقول 0.025 تايمز 1 على 2 كروس multiplication ما هي ريشوز البالانس الكيميكال ايكويشن بتقول لي كل واحد صوديوم كربونيت بيتفاعل مع 2 اتش سي ال طب لو انا داخل ب 0.025 طب مش انت يا مازن اللي كنت قايل لي عندك اسئله كتير اديني ارقام بقى انا كده جاوبت واحده رودينا وواحده يوسف عمر كتب لي ارقام ولا حاجه عمر ما كتب ليش ارقام عمر ومازن لو في حد محتاج اي حاجه يديني رقم قبل ما ارجع للواد حديدي نرجع للولا حديدي كده انا مش فاهم السؤال ده ده سؤال كام يا استاذ تسعة 19 ماشي ناخد سؤال 19 عشان ده بتاع الأستاذ محمد خالد. ستة وعشرين الله. عشرة ستة وعشرين الله يهديك يا واضح ان هي سقطت ايه صفحات مش فانا هضطر اعمل كده خش على واتس وبعدين اكتب خالد ثاني احدث. يلا على حج. طب تاخد مساله ثانيه عبال ما يكمل؟ حديدي بيقول لي احنا قلنا اخدنا 31 خلاص يا حديدي تاخد 47 47 ادي 49 ادي 48 ادي 47 يعني خلينا 47 دلوقتي وبعد كده هاخد 50 49 48 47 اي 47 بيقول which of the following hydrated salts of sodium sulfate loses 56% of its mass upon the volatilization of all water present in it انت عارف عشان تعمل حاجه زي كده آه يا يا اسمك ايه انت حديدي تعمل ايه؟ بتمسك واحد واحد هو عامل الإجابة إيه يا حديدي؟ الإجابة بتاعت السؤال ده إيه عشان ما نطولش؟ أنت هتمسك تشويس تشويس وتبدأ هو عامل إجابة سي فخلينا نشتغل على السي تعال نشتغل على السي هنقول إيه بقى؟ 2 إن إيه يبقى 46 زائد واحدة صلفر يبقى 32 زائد 10 4 أكسجين يبقى 64 زائد 10 ميه يبقى طبعا 180 وهتقوم جاي حاطط فوق وزن الميه بس ما انت لما هتسخن الصوديوم سلفيت ايه اللي هيطير الميه اللي فيه فهتقوم جاي حاطط بقى ال 180 على 46 زائد 32 زائد 64 زائد 180 وهتضرب الكلام ده في 100 الكلام ده هتعمله في الاربعه تشويسز لحد ما تلاقي التشويس اللي, اللي يدي لك 56% في المية تعرف ان اللوس بتاعك هيبقى 56% لما هتسخن دي فكره السؤال تمام تعالوا نشوف سؤال من مازن الاول خلينا نشوف سؤال خالد ستوب شير 1.68 grams sample of magnesium carbonate is divided into two equal parts 25 mL of 2 molar HCl are added to the first part and 25 of 0.25 molar of H2SO4 are added to the second part what is the volume of the gas evolving in each case دي فيلم هند ماشي طيب هنا ايه القصة اولا ال 1.68 uh, دي احنا قسمناها بالنص صح فمعنى كده ان انا عندي دلوقتي اول واحده دي وتاني واحده دي خلاص uh, فيها كام 1.68 على اتنين 1.68 divided by 2 يساوي 0.84 يبقى ده عنده 0.84 جرامز وده عندي 0.84 جرامز of A of المغنيسيوم كربونيت يا ولاد خلاص طيب المغنيسيوم كربونيت اصلا المولر ماس بتاعه ب 84 معنى كده ان انا لو جبت النمبر اوف مولز هيطلع ب 0.01 يعني انا عندي هنا 0.01 مول ماجنيزيوم كربونيت وعندي هنا 0.01 مول ماجنيزيوم كربونيت همسك واحد واحد فيهم يعني انا هبدا امسك 25 مللي اوف 2 مولر اتش سي ال واعمل المساله بتاعه المغنيسيوم كربونيت مع الاتش سي ال ده هيديني مغنيسيوم كلورايد ام جي سي ال 2 زائد اتش 2 او زائد سي او 2 اجي اعمل بالانسنج هلاقي الدنيا محتاجه هنا 2 بس عشان يبقى بالانسد وهنا واحد فانا عندي كل واحد مول من المغنيسيوم كربونيت بيتفاعل مع اتنين مول اتش سي ال عشان يدوني ايه يا جماعه؟ عشان يدوني واحد مول كربون دايكسيد النقطه بقى نقطه يا ترى ال 25 مللي اوف 20 مولر HCl سي دول يعتبروا كم مول؟ محتاج تحسبها انت معاك فوليوم ومعاك كونسنتريشن فهتضرب الفوليوم في الكونسنتريشن عشان تجيب النمبر اوف مول يبقى 0.025 تايمز 2 هيساوي 0.05 0.05 HCL لاحظ بقى ايه يا حديدي ويا... لا ده احنا نقول بقى لاحظ يا خالد محمد خالد ان انت دلوقتي معاك ها معاك عدد معين من الرياكتنت البيز وعدد معين من الرياكتنت الاسيد انت مش عارف مين فيهم ركزوا عشان المساله دي مهمه قوي احنا مش عارفين مين فيهم اللي هيخلص قبل الثاني يبقى دي مساله اسمها ليميتنج رياكتنس دي فكره بتيجي في اولى ما بتجيش في ثالثه بس ادينا هنعملها برضو يا ترى لو انا فعلت 0.01 مول ماجنيزيوم كربونيت مع 0.05 مول ال HCl مين فيهم هيخلص قبل الثاني ما تقوليش 0.01 مول ماجنيزيوم كربونيت عشان العدد اقل لا ما يتحسبش كده هما تتحسب ازاي انا مش هعيد المساله دي ثاني ها هعمل الماجنيزيوم كربونيت مع الكربون دايكسيد هقول لك بما ان كل واحد مول مغنيسيوم كربونيت بيطلع واحد مول كربون دايكسيد يبقى لو انا استخدمت المغنيسيوم كربونيت 0.01 مغنيسيوم كربونيت كلهم هيطلعوا 0.01 كربون دايكسيد مول حط لي عليها مربع كده طب تعالى بقى على ال HCl تعالى لي على ال HCl بص الاتش سي خليها باللون الاخضر هتقول بما ان كل اثنين HCL بتديني واحد مول co 2 طب انا معيش 2 مول HCL انا معايا 0.05 مول HCL فده هيطلع لي ايه يا أولاد؟ ما هو كل الاثنين بتطلع لي واحد يبقى 0.05 هيطلع لي ايه؟ اقسم 0.05 على 2 هيطلع لي 0.025 مولز سؤال يا جماعة سؤال يا ردينا مين مطلع لي الليسر برودكت 0.01 ولا 0.025 مين مطلع لي الليسر برودكت ها مين يا اولاد اللي مطلع الليسر برودكت هتقول لي اللي مطلع الليسر برودكت المغنيسيوم كربونيت زير فور هقول حاجتين بقى ان المغنيسيوم كربونيت في الرياكشن الاولاني ده هو الليمتنج رياكتنت هو اللي هيخلص الاول وزير فور كمان ان 0.01 مول كربون دايكسايد ده هو اللي هيطلع مش هيطلع اكتر من كده وجاي جاي على جنب بقى اقول بما ان انا 0.01 مول كربون دايكسايد طلعت وانا في الاس بي يبقى هضربه في 22.4 عشان اشوف الفوليوم اوف الجاز هيطلع بكام 0.01 تايمز 22.4 هيطلع ب 0.0 ا 0.224 لتر اللي هو كام بقى لو انا هتكلم بالمليلترز 224 يبقى مبدئيا كده الاجابه ايه وبي غلط شفتوا اللفه اللي انا لفيتها شفتوا لفيت لفه قد ايه ما حدش يقول لي يا مستر مش فاهم عشان انا هعيد دلوقتي باستخدام بقى ال h 2 so 4 مش عارف يا حديدي انت ازاي آه يعني المساله دي ما قلتش ان انت مش عارفها لان دي مساله صعبه قوي أيوة عليكم تعالوا نحل نفس المساله بس بالكيس التاني الكيس التاني بيقول لي ايه خدوا بالكم انا معايا 0.01 مول ماجنيزيوم كربونات في الكوبايه الثانيه فهكتب الايكويشن بتاعت الكوبايه الثانيه ماجنيزيوم كربونيت بس المره دي هفعلها مع H2SO4 فطبعا دي هتديني ماجنيزيوم سلفيت زائد H2O زائد CO2 وده اللي انا هركز عليه عشان خاطر ايه ده الجاز اللي انا هركز عليه طب اعمل بالانسنج لقيتها بالانسد ومتظبطه وكل حاجه تمام يبقى كل واحد من واحد مول ماجنيزيوم كربونيت بيطلع لي ها واحد مول كربون دايكسيد يبقى لو انا شغال بكل المغنيسيوم كربونيت اللي عندي 0.01 هطلع 0.01 كربون دايكسيد طب ماذا عن ال H2SO4 هو انا النمبر اوف مولز اوف ال H2SO4 كام 25 هضربها في 0.25 يبقى 25 دي لما هنحولها للم... للليتر للليترز الاول هتبقى 0.025 تايمز 0.25 times يساوي عدد المولز اللي معايا بتاع ال H2SO4 0.00625. ها؟ 0.00625. صح كده؟ ده عدد المولز بتاعي. طب يا ترى بقى ده هيطلع لي كام كربون ديكسيد؟ هيطلع لي 0.00625 مولز اوف الكربون dioxide مين بيطلع لي عدد مولز اقل من الكربون داكسايد؟ المره دي ال H2SO4 هو الليمتنج رياكتنت المره دي ال H2SO4 هو الليمتنج رياكتنت خلاص ادي حاجه الحاجه الثانيه كميه الغاز اللي طلعت مع ال H2SO4 هي الكميه الحقيقيه اللي هتطلع فهقول كده 0.00625 هقوم جاي ضاربها في 22.4 0.00625 تايمز 22.4 هيديني 0.14 طبعا ال 0.14 لما هضربها في ال 0.14 دي كده لترز هضربها في 1000 هتديني 140 140 ايه؟ مللي لتر فال 140 لتر يبقى in the second case lower than that volume طبعا لان ال 140 مللي أقل من 224 مللي فالإجابة هتبقى سي ومش هجاوب السؤال ده تاني ولا هتكلم فيه لأن ده سؤال طويل جدا وغلس وبتاع أولى أكتر من ثالثة. فكروني بقى أقول لمحمد خالد إن المسألة بتاعته دي أنا حليتها له فين؟ في الفيديو ده. طيب. نعمل ستوب شير ونرجع للكتاب. ماراثون، مسألة ماراثون. وناخد سؤال لمازن ابراهيم. مازن 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 بيقول لي 14 و17 و18 و19 انا كده عملت لك 19 يا مازن اهو. تعالوا نشوف 14 كده على الله تبقى نور طبعها. مش طبعا ابقى صورها لي بقى 14 14 و17 كل ده بخ الله يهديك يا رب طب 20 تعالوا نشوف 20 كده ولا 20 25 28 28 28 بيقول ايه صوديوم باي سلفيت ان اي اتش اس او 4 reacts with sodium hydroxide NaOH ماشي what is the volume of a 0.2 molar NaOH solution required to react completely with 0.01 مول of sodium bisulfate طيب ايه المشكلة اللي فيها دي يا مازن الموضوع سهل خالص انا كل 1 مول بيتفاعل مع 1 مول مش كده يا عم الحاج طيب انا بقول لك لو تفاعل 0.01 مول يبقى الـ N A O H بتاعي بـ 0.01 مول، يبقى أنا كده معايا إيه؟ أنا معايا النمبر أوف مولز أوف الصوديوم هيدروكسايد، طيب وأنت معاك التركيز بتاع الصوديوم هيدروكسايد، بيقول لي هات لي الفوليوم، الفوليوم هيساوي إيه يا عم الحاج؟ ها ما هو التركيز المولاريتي بتساوي النمبر أوف مولز على الفوليوم. يبقى الفوليوم هيساوي النمبر أوف مولز على التركيز. النمبر أوف مولز عندي بـ 0.01 طب المولاريتي عندي ب 0.2 اشتغل بقى المسألة. 0.01 divided by 0.2 يساوي 0.05 يعني 50 ملي. ماشي يا عم مازل؟ طيب ناخد سؤال لرودينا. رو دينا.

ريكوردد الماس اوف الامتي كلين كروسبل الكروسبل ده اللي هو الكوبايه 13.6 ده سؤال اي بي ده الماس اوف الكروسبل زائد ماس اوف السامبل بيفور هيتنج ب 20 39 يبقى انا من هنا اقدر اطلع الماس اوف الهايدريتد ماس اوف الهايدريتد يا يا رودين ازاي بقى اشيل وزن الكروسبل شيلي وزن الكوبايه يعني هتقولي كده 20.39 ناقص 13.6 ده كده هيديكي وزن الملح اللي جوه الكوباية من غير وزن الكوباية. 20.39 ناقص 13.6 بيساوي ايه؟ وزن الهايدريتد 6.79 ده وزن الهايدريتد يا رولان. طيب وزن الكروسبل زائد وزن السامبل ات ذا اند اكسبيرمنت يبقى انا برضو هقوم جاي 17.94 اطرح منها وزن الكوبايه 17.94 اطرح منها 13.6 هيديني 4. ها يبقى الانهايدروس يا اولاد هيبقى 4.34 ده الانهايدروس يبقى وزن الميه هيبقى كام بقى الووتر اوف الكريستاليزيشن هتبقى كام هتبقى 6.79 minus 4.34 هتساوي 2.45 انا وصلت كده وزن الميه رودينا 2.45 فهقوم جاي قاسم البلد بالنص كده واقول لك هنا وزن الانهايدرس 4.34 وزن الميه 2.45 المولار ماس بتاع الميه 18 والمولار ماس بتاع الانهايدرس 159.5 هقسمهم على بعض عشان نجيب النمبر of moles يبقى 4.34 divided by 159.5 الكلام ده هيساوي 0.027 طب الناحية التانية 2.45 divided by 18 هيساوي 0.136 مين الأصغر فيهم اللي هو 0.027 هقسم الاتنين على كده يبقى ده هيديني 1 وده هيديني بقى 0.136 divided by 0.027 هيديني 5 اثبتت انا كده اللي هو عايزه فهمت الفكره يا رودينا الموضوع كله فكره ان انا عايز اجيب وزن الهايدريتد اطرح الماس اوف الكروسبل من العشرين وزن الانهايدرس اطرح المال مسا... الماس بتاع الكروسيبل من 17 يا رب تبقى وضحت طيب اه ده لسه بقى ده احنا كده بقى بيقول لي ذا كيميكال كالكوليشنز انكلود اول ذا فولوينج كالكوليشنز اكسبت ماشي اولا دي معانا ولا مش معانا دي معانا عشان نجيب وزن الهايدريتد ودي معانا هو زي ما انت شايفه في اخر خطوه. والفرق ودي كمان معانا يبقى دي اللي مش معانا يبقى الاجابه ب يا استاذه رودان. ايه وسي ودي معانا. الخطوات اللي احنا عاملينها بس هو بيقول لي مين في الخطوات دي مش معانا؟ 2.45 على 5 في 18 دي اللي مش معانا فالاجابه هتبقى بيه سهله ولا انا بجري بالكلام ولا ايه؟ انا كده خلصت الاثنين بتاع رودينا اخد تسعة واربعين عشان ابقى خلصت التلاتة بتوع حديدي What is the number of moles of crystallization water found in one mole of the hydrated zinc sulfate crystals whose molar mass is 2.87.4 يا اخ العرب يا اخ العرب دي تقف معاك ليه دي؟ ال 1 مول اوف الهايدريتد زنك سلفيت ما فيهوش غير واحده زنك سلفيت بس زد ان اس او4 دي وزنها كام؟ احسبها 65 ونص سوري 65.4 زائد 32 مش مستواك ده يا حديدي

واحد ستة واحد بوينت أربعة يساوي مية ستة وعشرين أوكي يبقى المية ستة وعشرين دي هقسمها على تمنتشرات عشان أعرف النمبر أوف بتاعتي كام مية ديفايدد باي مية وطمنتاشر. هيطلع بحوالي 7 يبقى هي 7 بوينت ون 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 ون. قول يا أستاذ حديدي يا رب تبقى ورحت طيب مازن استاذنك يا مازن انا هحل دلوقتي انا كده خلصت التلاتة بتوع حديدي واثنين بتوع رضينا وبعدين دخلنا على مازن حلينا 28 14 17 18 لو عرفت تصورهم لي دلوقتي هحلهم لك ماشي انت مديني حاجات تانية 63 66 و 68 هشتغل لك في دولة ويا ريت يا جماعة حد منكم الناس اللي الأرقام دي سالكة معاها 63 و 66 و 68 يصور لي بس 14 و 17 و 18 و 20 و 25 كده سكرين شوتس ويبعتها لي يبقى كسب فيها ثواب. تعال نشوف 63. 63 بيقول إيه؟ on titrating a solution containing 1 جرام of impure sample of sodium bicarbonate, it took 7.15 mL of 0.1 molar sulfuric acid to reach the end point. What is the best percentage of sodium carbonate؟ ده سؤال مباشر يا مازن، ده سؤال مباشر. اوكي؟ تعال نشوف القصة. أول حاجة بكتب NAHCO3 ده sodium bicarbonate. مع ال H2SO4 زي ما بقول لكم بيحب دايما يجيب مونو بيزك مع دايبروتيك مع دايهيدريك او مونو هيدريك مع داي بيزك. يبقى NA2SO4 زائد H2O زائد CO2 لما هعمل بالانسنج هلاقي ان انا محتاج احط هنا اثنين بس والدنيا ظبطت على يبقى كل اثنين مول من ده بيتفاعل مع واحد مول من ده. خلاص يا ترى انا معايا كام مول H2SO4 بجيبها من هنا ال 17.15 ده هقسمها على 1000 فهيديني 0.00715 هضربها في 0.1 فهيديني 0.000715 ده بتاع مين يا جماعه؟ ال H2SO4 كل 1 مول بيتفاعل مع 2 يبقى انا محتاج اضرب الرقم ده في 2 عشان اجيب النمبر اوف مولز بتاع الصوديوم بيكربونيت. يبقى الرقم اللي طلع لي ده 0.000715 هقوم جاي ضربه في 2 هيديني 0. 0.00143 ده النمبر اوف مولز اضربه بقى كام ده 84 يا ولاد ف 84 اللي هو المولر ماس عشان اجيب الماس الماس هيساوي المولر ماس بضربه في النمبر اوف مولز طلع بكام يا استاذ مازن 0.12 جرام ايه 0.12 جرام ده الصوديوم بايكربونات اللي موجود في السامبل طب وزن السامبل كله كام 1 جرام فهقوم جاي عامل 0.12 divided by واحد واللي هيطلع ده هقوم جاي ضربه في 100 هيديني 12% انا مش هسيب هذه المساله غير لما تقول لي تمام لو عندك اي اشكال او كركبه فيها قول لي انا بشيل ال1 جرام امبيور دي لاخر المساله خالص بكتب الايكويشن بشوف كم مول صوديوم بايكربونات بيتفاعل مع كم مول H2SO4 واحد 2 طب اشوف انا عندي كميه المولز اوف السلفيت قد ايه سلفوريك اسيد قد ايه أعرف أجيب منها كمية المولز بتاعت الصوديوم بيكربونيت، بعد كده بستخدم المولر ماس تايمز النمبر أوف مولز بجيب الماس، جبت الماس أرجع للمسألة بقى في الأول خالص. الواحد جرام ده فيه 0.12 جرام، يبقى يا ترى البرسنتج بتاعتي كام؟ دي كده 63. 64 بيقول لي 3 جرام سامبل أوف إن الوي متكونه من ليد وتين has been dissolved in nitric acid ماشي then sulfuric acid was added to it ماشي so 2.37 grams of a lead sulfate were precipitated ماشي assuming all the lead was precipitated what is the percentage of a tin in the هو انت كنت عايز 64 ولا انا سارح مع نفسي انت عايز 66 ماشي

10 مل اتش سي ال بينيوترلايز 0.3 جرام سامبل اوف اي بيور ماجنيزيوم اوكسايد واي 3 مل اوف ذا سيم اسيد بينيوترلايز 0.045 جرام اوف طب حلو ماشي بص يا ده, ده دي حلوه دي لو جيت تبص فوق على تعالى نعمل فوق كده هتلاقي المعادله بتاعت فوق ايه؟ ماجنيزيوم اوكسايد ام جي او لو حطيت عليها اتش سي ال هيديني ماجنيزيوم كلوريد زائد اتش2 او تمام؟ حلو بالانسنج هحتاج هنا اثنين يبقى كل واحد ماجنيزيوم اوكسايد بيتفاعل مع اتنين اتش سي ال، هقول حلو لو جبت لي النمبر اوف مولز بتاع الاتش سي ال اقدر اجيب لك النمبر اوف مولز بماجنيزيوم اوكسيد، المشكله ان احنا ما عندناش غير ايه؟ 10 مللي اوف الاتش HCl ما نعرفش تركيزه كام عشان خاطر نعرف نجيب النمبر اوف طب هنعرف تركيزه كام منين من إكويشن ثانيه خالص بيقول لي بقى بيور كالسيوم كربونيت سي سي 3 لما بيتفاعل مع الاتش HCl ال اللي نفس التركيز احنا ما نعرفش تركيزه كام بيحصل كومبليت نيوتراليزيشن فطبعا caco 3 مع الاتش سي ال بيديني سي 2 زائد اتش 2 o زائد aco 2 اعمل بالانسنج يبقى انا محتاج اتنين من هنا فكل واحد مول من ده ها كل واحد مول من ده بيشتغل مع اتنين مول من ده طب يا ترى انت معاك كام مول من ده يا ترى انت معاك كام مول من الكالسيوم كربونيت انت معاك 0.045 جرام ومعاك ان الكالسيوم كربونيت ب 100 تقدر تجيب النمبر اوف مولز يبقى هتقول 0.045 divided by 100 هيدي لك 0.00045 مولز طب ده هيبقى كام مولز اتش سي ال بقى اضرب في اتنين يبقى اضرب الكلام ده كله في اتنين هيساوي ب 0.0009 ايه اللي انا طلعته ده دلوقتي ده النمبر اوف مولز بتاع مين نمبر اوف مولز بتاع الاتش سي ال طيب هو دايب في كم مللي في 3 مللي يبقى ده فوليوم وده نمبر اوف مولز اقدر اجيب الكونسنتريشن بتاع الاتش سي ال دلوقتي هيساوي كام بقى؟ هيساوي ال3 ملي ده طبعا هيبقى 0.003 خلاص كده؟ فانا هقوم جاي قاسم النمبر اوف مولز لفه لفه يعني اللي هي 0.0009 نمبر اوف مولز دي هقسمها على الفوليوم ده ديفايدد باي 0.003 هيطلع التركيز بتاع ال HCL ب 0.3 أنا بقى مش هكمل أنا كده معايا التركيز بتاع ال HCL أوكي ومعايا الفوليوم بتاع ال HCL أقدر أجيب النمبر أوف مولز هنا بقى بتاع ال HCL عشان أعرف أجيب المغنيسيوم أوكسيد لا مش 3 مولر 0.3 مولر انت غلطت في 0 ماشي يا عم مازن يبقى انا هستخدم الرياكشن الثاني عشان اجيب التركيز بتاع ال HCL وبعد كده جبت التركيز بتاع ال HCL وهو مديني الفوليوم بتاع ال HCL اقدر اجيب النمبر اوف مولز جبت النمبر اوف مولز فهقدر اجيب النمبر اوف مولز بتاع الماجنيزيوم اوكسايد واكمل بقى بقيه المساله جبت الماجنيزيوم خليني اكملها لك عشان ما بقاش ايه ندلت معاك هقول لك كده النمبر number of moles هيساوي 0.3 وهضربها في 0.01. هيساوي 0.003. ده كده النمبر number of moles بتاع ال HCl اللي هو اللي هنا. تمام؟ 0.003. طب ما هو كل واحد مول magnesium أوكسيد بيتفاعل مع 2 مول HCl. يبقى انا كده عندي كام مول ماجنيزيوم اوكسايد اقسم إيه ال 0.003 على 2 لفه لفه 0.003 divided باي 2 هيديني 0.0015 ده ايه يا مازن ده ده النمبر اوف مولز اوف magnesium اوكسايد طب ما انا معايا ان الماجنيزيوم اوكسايد المولار ماس بتاعه 40 يبقى 0.0015 دي هضربها في 40 هيديني الماس ب0.06. الماس بتاعي ب0.06 والسامبل بتاعتي 0.3 جرامز، هقسمها على بعض واضرب في 100 هيطلع ب 20%. دي مسألة حلوة دي. فعلا دي مسألة المفروض تقف مع الواحد يعني. تمام انت اللي قلت تمام مش انا 68 iron can be extracted from magnetite by the same method of its extraction from hematite in the blast furnace so if for 4.959 tons tons of iron can be extracted from 7.87 tons of magnetite then the purity percentage of this ore equals A. يا نهار ابيض يا جدعان. طيب. ماشي واحدة واحدة بقى. ان اف اي 3 او 4 لو انا حطيتها على الـ h 2 بلاست فيرنس يبقى سي او. اوكي. هيديني Fe CO2. طيب أعمل بالانسنج. أنا كده عندي كام؟ أكسجين أربعة وواحدة يبقى خمسة أنا لو حطيت هنا ثلاثة. وهنا CO2. طيب هي ممكن تيجي ازاي لو حطيت هنا اتنين يبقى كده ستة كاربونز طيب ممكن نعمل حاجة تانية احنا ممكن نحط هنا اتنين فده هيخليني ستة ايام وكده معايا تمنيه تسعه انا عايز الكربون الاوكسيد دي هتشيل اوكسجينيه يبقى كده هتشيل تمانية يبقى لو انا حطيت هنا تمانية لو انا حطيت هنا تمانية واحط هنا تمانية طيب اتنين تمانية ستة تمانية ممكن نخليها واحد اربعة تلاتة اربعة طيب نعملها كده واحد اربعة تلاتة اربعة واحد اربعة تلاتة اربعة كده ظبطت معايا؟ أظن كده ظبطت معايا، صح؟ كل واحد إف إي ثري أو 4 بيتفاعل مع 4CO عشان يديني 3 إف إي زائد 4CO2 مازن بيقول لي مش المفروض إف إي أو؟ إيه علاقة فين الإف إي أو؟ هو بيقول لك الآيون كان بي إكستراكتد فروم المجنتايت المجنتايت دي اللي هي اف اي 3 او 4. ليه اف اي او يا ابني؟ ذا سيم ذا اكستراكشن اوف الهيماتايت اللي هو الإف اي 2 او 3 مش قصتنا بقى فروم بلاست فيرنس يعني مع الكربون مونوكسيد. So if 4.959 تونز لو انا استخدمت 4.959 لا خدوا بالكم هنعمل ايه بقى؟ انا هشتغل آه, اه ده الحديد اللي عندي ده بصوا ده يا ولاد انا كده عرفت ان المفروض ان كل واحد ماجنتك ايرن اوكسايد بيطلع 3 اف اي مبدئيا كده خلاص كل واحد ماجنتك ايرن اوكسايد بيطلع 3 اف اي طب لو ال اف اي اللي طالع لي ها 4.959 تونز يبقى انا كنت شغال بكام طن اف اي 3 -4 بما ان الواحد اه بس ده مولز فلازم احولها ل... ال... لازم احولها لماسز الاول لازم احولها لماسز هقول الاتي كل واحد اف اي 3 او 4 اللي هو 231 .55 ده الواحد مول من اف اي 3 بيطلع لي 3 اف اي اللي هو ال 55.85 فاقوم جاي عامل ايه يا اولاد؟ هقوم جاي احول ال 55 ال 3 اف اي دي احولها لماس حول لماس يا ولدي فين الكالكوليتر عشان الموبايل الاولاني فصل معلش هضرب 3 في 55.85 هيديني ايه يا جماعة؟ هيديني 167.55 جرام كل كل جرا كل 231 بيديني 167.55 جرام حلو الكلام؟ طب انا بقى معيش 167.55 انا معايا 4.959 طبعا ال 4.959 دي تونز هقول يبقى four point nine 5 9 تايم 10 باور 6 اللي هو اللي... عشان احول من طن لجرام. عشان احول من طن لجرام لان الطن 1000 كيلو والكيلو 1000 جرام فهضربها تايم 10 باور 6 فاللي هيطلع هيبقى كالاتي بقى. أه... هضرب 4.959 4. 0.959 هضربها في 231.55 اوكي انا عايز حد معاك الكريتور بقى انا محتاج ساينتفك أنا عايز أضرب يا جماعة الرقم ده، حد معاك الكريتو يضرب لي الرقم ده في الرقم ده، خدوا بالكم بالإكسبوننت يعني. يضرب ده في ده ويقوم جاي يقسمه على ده، ويقول لي النتيجة اللي هتطلع هتبقى كام؟ يلا يا سريعا بس. 4.959 times 10 power 6 times 231.55 divided by 167.55 الناس واقف معاها حاجات بحلها معاها هيطلع بكام يا رودينا؟ هيطلع ب 6853 216.652 يا ريت لو حد ياكد لنا على الرقم ده. صح؟ طيب الرقم ده هحطه على 7.87 تايمز 10 باور 6 وبعد كده هضرب في 100. لو انا حسبت الارقام دي كلها مع بعض كده هيطلع لي البرسنتج بتاعتي. هقول لكم بقى الدنيا ماشيه ازاي الدنيا ماشيه ازاي هقول لكم دلوقتي انا دلوقتي جبت المعادله بيقول لي هي شبه بتاعه البلاست فيرنس فعملت له المعادله بتاعه البلاست فيرنس بس ايه يعني كربون مونوكسيد مع ال Fe3O4 بدل ال Fe2O3 عملت المعادله وعملت لها بالانسنج استفدت ايه من المعادله ان كل واحد مول Fe3O4 بدي 3 مول ايرن حلو طب انا معايا الايرن اللي طلع اللي هو ده 4.959 times 10 باور 6 ده الايرن اللي طلع يبقى يا ترى كان ده جاي لي منين ماجنيتايت الرقم اللي هيطلع لي هنا ده ده البيور ماجنيتايت هحطه على التوتال ماجنتايت اللي احنا اشتغلنا بيه العمليه وهضرب في 100 هطلع البيوريتي بتاعتي تمام خدت بالك يا استاذ بازل طيب ما صور المسائل فاحنا ممكن نكتفي بهذا القدر لان انا اصلا تعبت وانا كان يومي طويل وعصيب فهنكتفي بهذا القدر وهخلي مس تعيد مره ثانيه السكاننج بتاع ليسون 3 ده وهحللك المسائل اللي ناقصاك قبل ما تخش الامتحان بكره او بعد بكره. انا اظن كده شلت عنك جزء كبير والمسائل اللي في الاول دي افكارها اسهل من المسائل العميقه دي ان شاء الله. ماشي يا شباب شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا الامتحان مش بالصعوبه دي خالص اسهل من كده بكتير ما تقلقش.